العلم نور نافع محجوب عن كل عبد ليس منه يصيب فانشط ولا تقنع بجاهلك إنما بالعلم نفسك ترتقي وتطيب سل إن جهلت وكن بنا متأسيا ها نحن نسأل والحبيب يجيب ها نحن نسأل والحبيب يجيب أحبتنا في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين ثم أما بعد حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. أتدرون ما الكوثر؟ سؤال والحبيب يجيب صلى الله عليه وسلم، سؤال إجابة هذه السؤال هي أمنية كل واحد منا، أمنية كل واحد أن يقف على حوض الحبيب صلى الله عليه وسلم ويسقى من يده الطاهرة الشريفة عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هذا الوقوف الذي يسمح لنا بعده بالدخول والولوج والعبور، إما إن الإنسان يذاد فهنا المصيبة والطامة، أسأل الله أن يعافينا وإياكم منها. طيب نبدأ القصة من أولها ونقول الحديث يرويه أنس رضي الله عنه وأرضاه في المتفق عليه في من حديث المتفق عليه في مسلم وفي البخاري وفي مسلم رضي الله عن أنس وعن سائر أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، يحكي موقف حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين ظهرانيهم. يقول بين كنا في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ غفت عينه عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم ثم قام فتبسم أو قال فضحك. قالوا مما تضحك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني أنزل علي آنفا سورة من القرآن، يعني أنزل علي قبل قليل سورة من القرآن. فقلنا وما ذاك أو ما هي؟ قال يقول رب العزة تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وطبعا في بداية الكلام أن النبي قال بسم الله الرحمن الرحيم، لذلك كان هذا أحد الأشياء التي استدل بها أهل العلم الذين يقولون أن البسملة هي آية من كل سورة، وهو قول مرجوح، والراجح أنها آية فقط في البداية، آية فقط في سورة الفاتحة في فاتحة الكتاب، وإنما قالها النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا بسملة يبتدئ بها الكلام، وليس لأنها جزء من السورة، وإنما هذه السورة ثلاث آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. وبعد أن ذكرها قال أتدرون ما الكوثر؟ أتدرون ما الكوثر؟ يعني هو الذي قال لهم الكلام، قرأ عليهم الآيات التي نزلت عليه آنفا، وهذه الصورة هي التي كانت تنزل عليها أو يتنزل النبي صلى الله عليه وسلم عليه الوحي بهذه الطريقة. هذه صورة من الصور، وفي صور أخرى مختلفة، فكأنه كان ينتفض جسمه صلى الله عليه وسلم وينزل الوحي عليه وهو بينهم، أو أنه يغفل إغفاء ثم ينزل عليه الوحي والكلام من كلام الله تبارك وتعالى الذي نزل على قلب الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، نزل به جبريل الروح الأمين عليه السلام. فيقول لهم أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم صلى الله عليه وسلم. وهذه الإجابة كما قلنا مرات ومرات هي الإجابة التي يقولون حين لا يعرفون الإجابة، ما يعرفوا، وهذا هو الصواب، مش لازم أن الواحد يكون عارف كل شيء وإن كانوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من باب التأدب ليستزيدوا من علم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الكوثر إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم. يعني ذكر الاثنين، أنه نهر وأنه حوض. وطبعا هذه الصورة وهذه الكيفية التي ذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم الحوض وقبله النهر جاءت في هذا الحديث المخصوص، ولكن الأحاديث الكثيرة جدا جدا التي ساقت هذا الأمر ووصفه، حتى أن الإمام ابن حجر في شرحه على صحيح البخاري فتح الباري يقول أن الصحابة الذين رووا خبر حوض النبي صلى الله عليه وسلم وصفته
وكيف يكون ورود أمته عليه يزيدون على 50 صحابي، مما يجعل الأمر قطعيا لا شك فيه. أكثر من 50 صحابي يروون هذا الخبر. خبر ماذا؟ خبر حوض النبي صلى الله عليه وسلم وخبر نهره. هذا النهر جاء واضحا صريحا قاطعا بكتاب الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر، أي أن الله تبارك وتعالى أعطى حبيبه صلى الله عليه وسلم الكوثر. والكلام بين أهل العلم هل هذا الإعطاء في هذا النهر للنبي وحده واضح من السورة، وكما يشرح بذلك أهل العلم يقول أنه نعم للنبي صلى الله عليه وسلم وحده وخصوصية له عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أن نهر الكوثر هو للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وهو الذي شرح بعد ذلك في غيرها من الأحاديث التي يعني ذكرت خبر حوض أو نهر النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه لما قال أنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، حافتاه قباب اللؤلؤ، حافتاه هذا النهر قباب اللؤلؤ. لما كنت في الجنة مع جبريل ورأيته قلت ما هذا؟ فقال لي إنه الكوثر الذي أعطاك إياه الله تبارك وتعالى، هذا النهر الذي تراه. ثم وصف وقال: فضرب الملك فإذا طينته أو تربته مسك أذفر، أو هو الذهب. هذا الطيب وهذا المسك خصوصية للحبيب صلى الله عليه وسلم، أكرمه الله به تبارك وتعالى دون غيره من الأنبياء والرسل، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن، صلى الله على الحبيب عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. وتأتي الأحاديث المتكاثرة لتصف هذا النهر المبارك، تصف شكل هذا الوضع الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ورآه بعينه عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. طيب هذا إيش؟ النهر وعرفناه، وعرفنا أن الله اختص به نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب الحوض، ما هو الحوض؟ الحوض هو حوض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم. طبعا الكوثر لغة مأخوذة من الكثرة، أي كثرة مائه. طيب ما هو الحوض؟ الحوض هو له ميزابان يغطان أو يصبان فيه من نهر في الجنة. ميزابين بيصب من النهر اللي هو نهر إيش؟ نهر الكوثر. يصبون أين؟ في الحوض اللي هو حوض الكوثر أيضا. إذن النهر في الجنة والحوض خارج الجنة، وسمي أيضا الكوثر لأنه مصب لنهر الكوثر، الماء الذي يأتيه. وكذلك هو طعمه أحلى من العسل ولونه أشد بياضا من اللبن. طيب أين باب المعتقد فيما يتعلق بمسألة الحوض؟ الحوض هذا الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على المقابر يوما فسلم على أهله: السلام عليكم دار قوم مسلمين وإنا بكم للاحقون، إني تمنيت أن أرى إخواني. فقالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، وأما إخواني فهم من يأتون بعدي، فقال: فكيف تعرفهم يا رسول الله؟ قال: أكون على الحوض فيردون عليه. إخواني هؤلاء الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه يردون على الحوض. فقالوا: كيف تعرفهم يا رسول الله؟ قال: أفرأيتم لو أن لأحدكم خيلا دهما بهما، أو أن له خيلا محجلة بين خيل دهم بهم؟ قالوا: نعم. إيش معنى المحجلة؟ المحجلة التي لها غر ومحجلين، الغر التي لها غر بيضاء والمحجلين التي لها بياض في قوائمها. قال: يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فهو يعرفهم. والدهم البهم أي شديد السواد، الخيل شديد السواد، هذه تكون هي الخيل، هذه هي الأمة بشكل عام، ولكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يعرفهم هم اللي عليهم علامة بيضاء في رؤوسهم وفي أقدامهم من أثر الوضوء. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم. وثم يأتي أقوام فيذادون عن الحوض، يدفعون عن الحوض، يأتون للحوض ويدفعهم الملائكة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي أمتي. فيقول له رب العزة تبارك وتعالى: لا تدري ما بدلوا بعدك، أو تقول الملائكة: لا تدري ما بدلوا بعدك، أي غيروا دينك. فيقولون: بدلوا سحقا سحقا بعدا بعدا، أي هؤلاء الذين بدلوا
سحقا لهم وبعدا لهم. وهذه دلالة قطعية على أن أقواما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأتون إلى الحوض ولا يشربون من يد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم غيروا الدين وبدلوا فيه وابتدعوا فيه، لذلك هؤلاء يصرفون ويذادون عن الحوض. وطبعا هذا في دلالة أخرى أن الحوض قبل الصراط ولا بعده، الراجح من قول العلم أنه قبل الصراط، لأنه لو بعد الصراط معناته الناس جاوزوا الصراط ومعناته طريقهم إلى الجنة، ولكن كونه قبل الصراط فيمنعون فيدخلون النار، أسأل الله لا تجعلنا معهم. ومن يجتاز ويشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم يجوز الصراط ويعديه ويدخل إلى الجنة يمره. إذن الحوض قبل الصراط يعبرونه ثم يدخلون إلى الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة حتى نشرب من حوض حبيبك صلى الله عليه وسلم ومن يده الطاهرة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم أمين. إذن أتدرون ما الكوثر؟ والحبيب يجيب صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم على حوض الكوثر ونشرب جميعا غرا محجلين من يد الحبيب صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين. وحتى ألقاكم في حلقة أخرى أقول لكم دمتم على الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم نور نافع محجوب عن كل عبد ليس منه يصيب، فانشط ولا تقنع بجاهلك، إنما بالعلم نفسك ترتقي وتطيب. سل إن جهلت وكن بنا متأسيا، ها نحن نسأل والحبيب يجيب، ها نحن نسأل والحبيب يجيب.